اتفضلي. الهانم لسه ما وصلتش لغايه دلوقتي. يا علي مش كده، اهدى شويه، لازم يبقى عندك ثقه فيها اكتر من كده. لا لا، الجيل ده ما ينفعش يتساب له الحبل كده على الغارب يا هانم. اوه يا علي اهدى بس شويه يا علي، مش ممكن يا حبيبي، انت لازم تديها ثقه شويه، لان كده البنت ممكن تغلط يا حبيبي، يعني لازم تحسسها ان انت بتثق في تصرفاتها، لانه مش هينفع كده يا علي، انت لازم تفهم انه هي امك برضه، امال هتعمل ايه مع بنتك يا علي؟ لا انا بنتي ما يتخافش عليها ابدا. بنتي ما تستجراش تقرطصني القرطصه دي ابدا، انما دول خارجين ورانا من الكافيه ولسه ما وصلوش لغايه دلوقتي. الله اعلم خد امي وراح على فين. يو يا علي بصراحه يا علي كده احنا تسرعنا، يعني كنا مفروض ما نعالجش الموضوع بالعنف ده، في الاخر برضو دي امك وابويا، وبعدين هما في سن الستين وخمسه وستين، سن طيش برضو، بكره يجيلهم زهايمر ويعقلوا. العنف مطلوب برضو يا انجي، اكسر لامك ضلع يطلع لها 164. لا يا علي بلاش غشوميه، انت عارف الضلع من دول بيلم في قد ايه في السن ده؟ كده مش هنطلع امك من دار الشفا. عليتك دي اللي هتضيع البنت يا انجي، عليتك دي اللي هتضيع البنت، دي في سن الياس، انا امي في سن الياس، انا امي في سن الياس، الله يحرقك يا امي. لا حول ولا قوه الا بالله، اهدى يا علي بس اهدى، مش كده، ما تعملش في نفسك كده. وبعدين التربيه الحديثه بتقول ان احنا لازم نتصاحب عليهم، يعني علشان يحكوا لنا كل اسرارهم، بعدين نلاقيهم اتلموا على اصحاب السوق ده اذا كانوا عايشين لسه، وعلموهم حاجات غريبه، يعني انت يرضيك مثلا تلاقي امك بتشرب سجاير ولا بتشيش المصيبه الجديده اللي اسمها الشيشه الالكترونيه دي؟ طبعا، ما اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، ما عشان ابوكي هو اللي لف على امي بتقولي كده، لكن امك الله يرحمها لو كان حصل فيها كده ما كانش ده بقى حالك. بقى كده يا علي؟ ده بدل ما تحمد ربنا انها اتلمت على واحد ابن اصول تعرف اصله وفصله، مش احسن ما كانت اتلمت على واحد من عواجيز اليومين دول؟ ما المصيبه ان انا عارف اصله وفصله. نعم؟ قصدك ايه بقى يا علي؟ ماله اصله وفصله؟ هي اخلاق الولد تتعيب؟ لا انا ما اقصدش انا اعرف اخلاقه منين، انا كنتش لسه اتولدت ساعتها. مش ممكن يكون بيضحك عليها لحد ما ينول غرضه ويرميها بفضحتها، وبعد كده الوليه تحبل وتبقى سنجل مزر. سنجل مزر؟ ما هو الشيطان شاطر. والشيطان شاطر الاثنين؟ علي حبيبي بتتفرج على توك شوز وافلام كتير قوي بوظت دماغك. يا حبيبي ده لو الشيطان وسل ابويا وامك عشان يعملوا حاجه مش هيعرفوا، ده جابني بالعافيه حبيبي. ده ابويا وانا عارفاه. اسمعوا يا ولاد، الرقص احساس والطنجو بالذات، يعني مشاعر الكابل اللي بيرقص هي اللي بتحركه، كل واحد منهم لازم يحس بدقات قلب الشخص اللي هو بيرقص معاه، عشان كده بقى عايزين نظبط اجهزه تنظيم ضربات القلب اللي عند حضرتك واللي عندها هي كمان، ويا ريت نشغل السماعات. السماعات سامعها يا حاج؟ لا استنى يا حبيبي، بص انا عايزه افهمك حاجه. رأس التانجو دي طول الوقت الراجل بيحاول وهو ماسك الست كده يحاول يبوسها، هي بتعمل نفسها انها مش عايزه، لكن يعني بتتمنى، فاهم؟ بتتمنى. وقلنا راغبة مش وقت دلوقتي، ده كلاس. بعد كده بقى هتمسك حبيبتك اللي انت بترقص معاها من وسطها. لا يا حبيبي مش انا الوسط ده، تمام. لا ولا دي ولا دي. ايوه دي مع الاخ اللي قدام. تقوم بقى اللي بترقص معاك، ها هتطلع لقدام سلو سلو سلو، وبعدين كويك 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 كويك. دول التعبانين شويه كله عايز يتغير اللي فيهم، انا بقول يريحوا شويه، ده ماتوا ولا ايه؟ استنى استنى بس، في حركه ولا دي حلاوه روح؟ يا بسبتي يا بسبتي شو عامل؟ لا دول انتوا بص، انتوا ريحوا براحتكم، احنا مش مستعجلين، خدوا سنه سنتين عبال ما نخلص وهنجيلكم. ها دول قطع الغيار كلها لازم تتغير. استنى استنى انا عايزه دول، تعالوا 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 يا حبايبي، انا الاوزان دي ناقصاني هنا.
يا كمارين يا سويت اهو. تحبوا صلصه؟ لا والله بتحمى على صدري. والله انا اي حاجه ما دام رجاء تعملها تبقى بالنسبه لي زي الفل. هاتي المزيكا من المطبخ بقى. عينيا الاثنين. ثانيه واحده جايه لكم حالا. انتوا عايزين صلصه صعيدي ها؟ ممكن؟ يا ريت. يلا ايدي فرج عن حلاوه حلاوه اخد وبلدي ونجاوه نجاوه. بس بقى فانا مشيت على طول وقلت اجي اقول لكم وما اخبيش عليكم. برافو عليك يا مي والنبي انت قلب امك، خصوصا يا حبيبتي ان انت ما كنتيش بتعملي حاجه غلط. الغلط ان احنا نخبي، اول ما نخبي الصح يتقلب غلط على طول. صح يا مامي، وبصراحة يعني حسيت ان انا كده هبقى سوري يعني يبقى ارتسكو. حبيبة قلبي اه صح، بس بلاش كلمة ارتسكو دي لان ابوكي اتهرى قراطيس من امه. بصي حبيبتي بصي بابي وقولي له مش هيحصل كده تاني وانا مش هارتسك مش هخرج من وراك تاني يا بابي. حاضر. سوري يا بابي انا مش هارتسك مش هخرج مع شادي تاني من غير ما اقولها. ايوه بنتي. هي جت عليك انت يلا بالمره. قومي يا حبيبتي افتحي. ازيك يا روحي؟ اهلا اهلا اهلا. يا اهلا يا اهلا اهلا وسهلا. ازيك يا صبوره؟ يا اهلا يا اهلا يا ابن الست الجامده المزه الحلوه. اللهم طولك يا روح. معلش يا حبيبي ما تزعلش يا علي، انت عارف صبوره دايما بيحب يهزر معك. هزار بايخ رخم تقيل. خير عاوزين ايه؟ بص بقى مامتك وانكلك احمد جم عندنا الشقة ويعني عايزين في النهاية نرجع المية للمجاري بتاعتها. بس ده ما يمنعش ان امك ما شاء الله جامدة. هقطع لك وشك يا زميلي، هقطع لك وشك لو ما احترمتش نفسك. خلاص خلاص يا سمورة بقى قلنا الله، باش الهزار البايخ بتاعك ده. حبايبي شوفي واقفين ازاي، معقولة مكسوفين؟ تعالوا يا ولاد تعالوا يا روحي. يا خلاص تعالوا يا حبيبتي. عصافيري يا ناس ايه ده؟ ده جزء ايه؟ جزء تعالى يا حماده. جزء بطريق. لا حماده تعالى جنبي هنا. رايح فين؟ هنا. يا سلام اتوبيس والتريلا يا سلام. انا عايزه اقول لك حاجه يا انجي، باباكي ما غلطش وانت مامتك ما غلطتش ابدا. الاولاد بيحبوا بعض حب بريء ونفسهم يعني يتجوزوا في الحلال. اي نعم هو حب عظيم حب كبير بس عنيف شوية نظرا لأحجام الطرفين. يا جماعة أنا بصراحة حبيتها من أول نظرة، من يوم ما جت تخطب إنجي بنتي لابنها. اه كان يوم أسود. وبصراحة أنا عشان خاطر عيونها قدمت تنازلات كتير، ده علي حتى لما كان يجي يزورنا كان يجي إيد ورا وإيد قدام. ايد ورا وايد ده ايه ده عيب خلقي؟ لا هو قصده يعني ان علي كان دايما يروح لهم من غير ما يجيب معاه جاتوهات ولا بونبون ولا حتى قرص بتاعت ميتين. انا شايفه يا جماعه ان الموضوع بسيط قوي قوي ما فيهوش حاجه تزعل يعني. لا لا معلش يا رجاء انا اسفه، لا اختلف معاكي طبعا زعلانين لانهم خبوا علينا. طبعا بقى عشان يداروا الفضيحه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تعيطش يا حبيبي، أنا عايز أقول لك حاجة، ما فيش فضيحة ولا حاجة. الراجل عايز يتجوزها على سنة الله ورسوله، واحد غيره كان اكتفى بأنه ياخدها تحت السلم وخلاص. أي نعم هو كان بياخدها تحت السلم كتير يا رجروجة. إنجي يعني... أيوة بقى كان بياخدها تحت السلم. أمي أيوة، بس أنا أبويا راجل محترم يعني كلها مقابلات شريفة. طب ما دخلش البيت من بابه ليه؟ يا ابني باب مين؟ هو في باب هيصرعه؟ عموما يا علي انت عندك حق، هو المفروض يتقدم لك يطلب ايد امك منك. لا بقى معلش، حضرتك بتفهمي في الاصول كويس قوي. المفروض لما يجيب معاه والده. ما انت عارف يا علي ان انا والدي متوفي، وبعدين ادي الصوره ضوئيه من شهاده الوفاه. ماليش دعوه هيتصرف، وبعدين يجيب معاه شوكولاته من الغاليه دي اللي في الطبق الازاز.
قصدك الكريستال، كريستال دو بوهام. ايوه هي هي الابهام دي، وبعدين ساعتها بقى هشوف هشوف اذا كنت حوافق ولا لا. يا سلام، ليه بقى ان شاء الله يا سي علي؟ ولا ابويا يتعيب ولا ايه؟ خلاص كده يبقى مش هنتفق من الاول. ايوه انا رايي كده، نفضها سير احسن. خلاص يبقى الجوازه باظت. يا علي علي يا حبيبي، احنا عايزين نستر امك. دي شتيمه دي ولا ايه؟ لا افهم، هو انت عايز تتشتم وخلاص؟ لا مش انت ولي امرها ويهمك مصلحتها؟ خلاص انت تاخد امك تروحها، وانت تاخد ابوك تجيبي له بدله من الخياميه دي ولا اللي هي التخينه دي، وتيجوا الصبح بقى تتقدموا عشان تطلبوها من ولي امرها. ايه رايكم يا ولاد؟ انا مش موافق. ولا انا كمان موافقه، مش عايزين النسب اللي يعر ده. احسن احسنين. الحمد لله، يبقى احنا كده اتفقنا. خلاص يلا يا ولاد، بوسوا راس اهاليكوا. بس ده ما يمنعش ان امك جامده قوي. انت شتيمه. لا لا لا، دي شتيمه. يا خلاص.